أولاً إن هو بيرجع تاني يقول نمط الحياة، نمط الحياة. النهارده أصبحنا بنتكلم عن نمط الحياة الصحي، وكنا زمان بنقول نمط الحياة الصحي هو طب تغيير نمط الحياة الصحي. وأنا عايزة أرجع أقول مهمة قوي، ده بيبين إن هم متوافقين في نفس الظروف، الأكل واحد والتمارين صحيح. وممارسة الرياضة، وده كلام مهم قوي. حتى التوتر النفسي، يعني أنا عايزة أقول لحضرتك حاجة، يمكن الجمعية الأوروبية لأمراض القلب حطت معادلة، أنا شخصيا بحس إن دي معادلة الحياة الصحية، فحطت معادلة بتقول إيه؟ بتقول 0 3 5 140 5 3 0. صفر إيه؟ صفر لا للتدخين، ثلاثة، وصفر كمان إحنا بنقول صفر لا للتوتر النفسي، ثلاثة مشي 3 كيلو يوميا أو 30 دقيقة 4 أيام في الأسبوع، خمسة ناخد 5 قطع سلطة أو فاكهة يوميا، مرتين سمك في الأسبوع، نشرب مية كتير، نقلل من السكر، نقلل من الملح، 140 ضغط الدم يكون مظبوط، 5 و3 أرقام دهون بالنظام الأوروبي، وصفر لا للسمنة ولا للسكر. الفكرة من الدراسة دي، على فكرة هي الأول من نوعها، بس هي بتقول لنا حاجة، إن إدارة المرض ممكن تكون مشتركة في الأسرة، إدارة المرض الوقائي مهمة جدا. إحنا بنقول إن إحنا دلوقتي بنتكلم على الصحة والوقاية، والفعل الدولة المصرية خدت إجراءات كبيرة جدا في مسألة الوقاية. المجلس القومي للمرأة، لجنة الصحة اللي أنا ليا الشرف إن أنا عضوة في لجنة الصحة فيها، إن إحنا برضو خدنا خطوات، دور المرأة مهم جدا 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 في البيت، وده بيخلينا إن إحنا نرجع تاني نقول صحيح. الوقاية.